السلام عليكم. في موقع اسمه كود دوت اورج، هسيب لك الرابط بتاعه اسفل الفيديو، هيعلمك فكره البرمجه. دلوقتي انا اخترت ان احنا هنبرمج كماينكرافت، تمام؟ فبيقول لي اختار الشخصيه بتاعتك تحديد، وابدا بقى امشي على الخطوات بتاعتي. يعني هنا بيقول لي انت عايز توصل لايه، للصندوق دوت، عشان تبدا تعمل المركب بتاعك، تمام؟ فهختار هنا، دي كانت موجوده كده، هقول له اتحرك لنا. هو كده اتحرك خطوه اتنين تلاته، يبقى لازم اضيف 3 خطوات، واقول له ايه، تشغيل. طلع له المركب اللي ممكن يركبه عشان ايه، يغادر الجزيره. الاستمرار، تمام. كل مره بيبدا يعلمني فكره جديده وحركه جديده. يعني هنا هتحرك خطوه لامام، لما اتحرك خطوه لامام هبقى واقف فين، هبقى واقف فين، محتاج ان انا الف يمين اهيت، وبعد كده امشي خطوه اتنين تلاته، خطوة اتنين تلاتة. شاطر يا معيس، اهي تشغيل، لف، وبعد كده ايه، ركب المركب، تمام، اكتمل اللغز، تهانينا. كل مرة بيعلم الواحد خطوة جديدة، تمام. امسك بالمجاديف ووجه قربك عبر البحار المفتوحة لتقبض على السمك، السمك اهو. طيب يبقى انا المفروض امشي خطوة اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، تمام. هو متعمد إن هو يديهالي كتيرة، بحيث إن أنا بعد كده أستفاد من إن إحنا نعمل لوب. لوب يعني أقول مثلا كرر الحاجة دي 7 مرات كده، 4 4 5 6 7، تشغيل. كده إيه، اكتمل اللغز، استمرار. كل مرة بيعلم الواحد أفكار برمجية من غير ما يكتب أي كود. طبعا لازم تسمع الفيديو دوت. بيقول لي فكرة التكرار، يعني هو أنا المفروض مثلا هيمشي خطوة اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، تمام. فأقول له اتحرك إلى الأمام، كرر حتى تحقق الهدف، يفضل يكرر الحاجة لحد ما الهدف يتحقق. كده عملنا لوب، استمرار، وهكذا. كل مرحلة بيبقى فيها معلومة إضافية. هو مثلا موجود هنا، المفروض إن هو يروح للصندوق اللي هو هنا. فأول حاجة هيروح إيه، لازم يلف يمين أهي. طيب هيلف يمين، بعد كده خطوتين يروح لف يمين تاني، تمام، ويمشي خطوة التانية، وبعد كده يتحرك اليمين، وبعد كده هي ديت. طيب احنا عندنا تحريك للامام مرتين، فممكن نعمل لها كرر حتى تحقق هدف، تمام، ونروح ايه، مخليه يتحرك، ده اللي احنا حابين. طيب خلينا نقول له ايه، تشغيل. الخطوة دي مش صح. طيب خلينا نقول له ايه، عادي التعيين، ونحط احنا تحريك الهدف ده مرتين اهوت. طيب خلينا نشغل، ايه خد الكنز. هي المفروض اللوب دوت نقول ان هو يكرر مرتين او ثلاثة، نحدد العدد اللي هو يكرر فيه. طيب استمرار، معاذ اللي هيلعب. يلا احنا فين الراجل اهو، بس بقى المفروض يمشي ازاي. تلاتة، أيوة. بص بقى، بدل ما تقعد تكتب كذا مرة، ممكن تقول له التكرار حتى وتحطه هنا وتديله عدد، 1 2 3 4 5 6، 6 مرات. واحد، اقول له هنا الرقم، هيمشي 1 2 3 4. لا خليه يمشي الاخر، وبعد كده يلف مرة واحدة، خليهم 7. يلا خليه بقى يتحرك للامام، الامام
بعد كده بعد كده امشي واحد اتنين تلاتة. لا لازم يلف مع الشمال، لف وكده في حتة خليه يلف شمال، لف وبعد كده كمل. اتنين تلاتة ونشكر.